يمكن يكون فينا كبني ادمين صفات كتير، ويمكن يكون منها صفات ايجابيه كتير، لكن برضو بيكون في صفات سلبيه ممكن يكون من اشهرها هنا عندنا في مصر او في العالم ممكن بنسمع عنها، ان هو العند، صفه العند اللي ممكن تكون بتوصل لناس كتير لطريق مسدود، وممكن كمان بتولد مشاكل كتيره بين الافراد وفي التواصل. واكيد مش هنتكلم عن العند بس، ممكن يكون في صفات تانية بتدمر اي تواصل بيحصل بين طرفين، يعني راجل وست، ست وست، راجل وراجل، اي تواصل في الشغل بين الاخوات في الحياه العامه. نتكلم بتفاصيل اكتر طبعا مع اللايف كوتش عبد الله ربيع. ازيك عبد الله؟ ازيك، اخبارك ايه؟ اخبارك تمام الحمد لله. منورنا. تسلم لي. منورنا والله يا عبد الله. وفي البدايه كده يمكن احنا كنا بنتكلم قبل ما نطلع على الهوا ان احنا في عندنا تصنيف كمان بالنسبه للسيدات او الستات عموما في موضوع العند. اها، عاملين سكور. انت بايع القضيه. انا بايع القضيه. احنا رجاله النهارده مش عارف تروح. لا لا، ولا نوران ولا نوره موجودين النهارده، ف براحتنا. فعايز بس اعرف منك في الاول، العند او العناد ده عموما حاجه مكتسبه ولا احنا بنتولد بيها؟ هو هنرجع شويه للتربيه. للفترة من سنتين لخمس سنين أكتر فترة بيتكون فيها شخصية الطفل. هتلاقي الطفل في المرحلة دي هو بيكتسب العند بسبب سلوك بابا الخاطئ في التواصل الغير جيد ومامته. ناخد مثال بسيط على كده، تلاقي ابنك وهو صغير أو بنتك بيبقى عنده حب فضول واستكشاف، عايز يشوف موبايلك، عايز يشوف أنت بتستخدمه إزاي. فأنت لما بتلاقي ابنك أو بنتك بدأ يعمل حاجة مثلا أو يحرك أبليكيشن من مكانه أو بدأ يعرف يفتح الموبايل، أنت بتبقى مبسوط جدا وتبدأ تقول للناس تعالوا شوفوا ابني بيعمل إيه، ده بيتطور بسرعة، ده بسم الله ما شاء الله سمارت جدا. فيبدأ الابن يكبر ويلاقي إن هو يجي يقرب على الموبايل مرة تانية، أنت نفس الشخص اللي كان موافق بيمنعه ويقولوا لا. بالظبط. فيبدا الطفل مش فاهم، هو هما بيحبوني فعايزيني اتعلم واكتشف ولا هو في ايه؟ فبيبدا يعند اكتر عشان عايز يعرف هو مهم عندكم ازاي وانتوا بتفكروا ازاي. فما بيكونش الكونسبت عنده ان هو انا عايز اخد الموبايل لمجرد ان انا اخده. هو اللي حصل خلل في التواصل ان احنا تواصلنا معاه بشكل في الاول، وبعد كده هو مش فاهم بدون مبرر غيرنا طريقه التواصل مره واحده وهو نفس الهدف فده صح بيحصل عنده ايرور. بالظبط، ايرور اللي هو فده اللي بيحصل بقى معانا في كل علاقاتنا، هو الطريقه الخطا في التواصل او التغيير مره واحده في طريقه التعبير والتواصل هي اللي بتولد حاله دايما من العند. طيب عاوز، انت دخلت معايا في صلب الموضوع على طول، انت قلت الطريقه الغلط في التواصل. يلا بينا. ايه هي بقى الطريقه الغلط في التواصل؟ ان انا افهم من وجهه نظري، مش مهم انت شايف ازاي، مش مهم منظورك ازاي، لان اي علاقه في الدنيا قائمه على احتياجات ودوافع، فانت جعلناها سلوكيات. فانت احتياجاتك ايه في العلاقه؟ والله انا عايز الشخص يفهمني يسمعني قبل ما يتكلم ويصدر احكام. فعشان كده تلاقي اطفالنا هم صغيرين يسالك دايما ليه، لا ليه، لا ليه. فدايما مرتبطين بالفطره، عايز يفهم. احنا لما كبرنا عملنا سكيب للموضوع بتاع ليه ده، وبدانا لا خلاص هو انا وجهه نظري مش هتتغير، هو كده. فعلشان نتواصل مع بعض بشكل جيد، افضل طريقه وابسط طريقه لازم اسالك هو احنا عايزين نغير الكوبايه دي من هنا ليه، عايزين ننقل الكرسي ده من هنا ليه. فده اسهل طرق التواصل. طب معلش يعني، معلش يا خطيب. لا براحتك. خليني بس اقول لك حاجه، بحكم الحياه اللي كلنا بنكون عايشينها والضغوط اللي بنقابلها ساعات، يعني لو انا متجوز ومخلف وعندي طفل، ممكن في بعض الاوقات يعني ممكن اتخيل ان معظم الناس بيبقوا معذورين ساعات، بيقول لك لا هو كده، يعني ما يقدرش يرد على الطفل دايما بحته ليه، او يقدر يفهمه من خلال طبعا الشغل والضغوط والالتزامات اللي عليه، فبيغصب عنه ساعات الاب. يعني انا عارف ان انت قلته ده هو الصح 100%، بس انا برضو بحب التمس للناس الناحيه الثانيه برضو ظروفهم الخاصه ممكن يكون بيمر بيها وبيأثر على الولد في الرد زي ده. لا، هي المشكله على فكره هنا مش في الظروف، هي المشكله انك انت دخلت بيتك بشغلك وبمشاكله. فهو طفلي ملوش ذنب اطلاقا في كل المرار والسواد اللي انا عايشه في حياتي بره، في ان انا ادخل بيه البيت. على فكره هو هيعدي الموقف وهيسكت وهيقول لك تمام ومفيش مشكله، بس هو داخليا مش هيسكت وفي حاجه اتكسرت. ولما نكبر مع بعض هتلاقي السلوكيات اللي انت كنت عمال تخزنها جواه في لا وهو كده وهو مش هينفع، لما يكبر وتطلب منك وتطلب انت بقى منه حاجه لا هي كده. يعني انت بتقول ان اي حد عنده مشكله في حياته وفي شغله وفي اي حاجه بعيدا عن بيته يسيبها على الباب ده، مش الاب بس، ده بصفه عامه بقى اي حد. بيتنا ملوش ذنب في كل المشاكل اللي احنا بنعيشها. احنا مولودين في الحياه مش عشان نعيش حياه مثاليه، علشان نعيش صعوبات فنتخطاها وتحديات فنتخطاها.
فمش ذنب البيت بقى وابني في كل الحاجات دي اللي انا بعيشها، واجي اقول له اصل انا بشتغل فانا مضغوط عشانك عشان اجيب لك فلوس وعشان تتعلم وعشان، هو ملوش دعوه. هقول لك في النهايه لما يكبر هقول لك ما حدش قال لك تعمل ده عشاني، انا كنت محتاجك تحبني. لو هو فعلا، لو هو عنده فعلا الوعي الكافي ان هو يرد الرد ده، هيرد ساعتها على والده او مامته الرد ده. والجيل الحالي هو متطور بشكل مرعب بالزبط. يعني انا بنتي من فتره خلتني اقف مع نفسي وقفه صعبه جدا، فبدات انا بتكلم فانا صوتي عالي وانا مش من الطبيعي صوتي عالي. قالت لي على فكره هو ما فيش اب يعلي صوته على بنته بالشكل ده. عندها كم سنه ما شاء الله؟ عندها 5 سنين. فلما تبص خمس سنين هتعمل فيك ايه دي بقى؟ فلما تكبر بقى تخيل الموضوع هيبقى عامل ازاي، لان التكنولوجي الرهيبه اللي موجوده والتطور السريع اللي موجود وفكر الاطفال اللي بيتطور بسبب استخدام التكنولوجي بشكل مفرط خلى تفكيرهم وعيهم مختلف عننا احنا اصلا كطفل. هم بقوا قريبين من سننا ذهنيا جدا جدا، ده حقيقي. فما ينفعش ان انا اعملهم بان لا هو كده واصل الظروف واصل الشغل، ملوش ذنب في كل ده. طيب علاج الشخصيه العنيده في الطفل، يعني احنا خلينا في الطفل دلوقتي نشوف بقى لما هنكبر هنعمل مع ايه، مش علاج او طريقه التعامل مع الطفل خلاص هو بقى عنيد، بقى كل حاجه عايزها ومش عايز يسيبها، بقى يعند على الكبيره والصغيره. انا النهارده كاب او ام اتعامل بقى مع الطفل اللي انا خلاص خليته عنيد ده ازاي؟ بص، في طريقين. الطريق الاول لو العند هي حاله فاحنا عايزين نتعامل معاها، ده شيء، وعلاج ده شيء تاني. علاج فاحنا طبعا قولا واحدا لازم نروح لدكتور متخصص او اخصائي تعديل سلوك يبدا يشتغل معاه على السلوك ده. لكن لو هي حاله بنعيشها نبدا نرجع للسبب، هو ابني عايز يفتح الدرج بتاع بابا وده ممنوع، فما ينفعش اقول له لا وهو كده، فطب نعمل ايه؟ فنيجي نقول له خلي بالك ان انا اعلمه، اقول له افتح معاه الدرج ده، الدرج بتاع بابا في الحزام في البرفيوم بتاعه في نظارته، بس مش مسموح ان احنا نستخدمه، وناخده على الاوضه بتاعته نخصص ليه الكيان بتاعه ودولابه واوضته وحاجته زي ما هنا عندك اوضتك، انا مش هينفع اعمل ده غير بس استاذنك، فلو تسمح لي ممكن افتح الدرج ده، هل ممكن تسمح لي اشارك معاك والعب اللعبه بتاعتك؟ اعلمه ان في احترام للخصوصيه، فتكبر معاه الحاله فمش هيبدا ياخد حاجه مش بتاعته بدون استئذان وبدون ما الطرف الثاني يسمح له. حلو. طيب احنا اتكلمنا شويه عن حته الاطفال، خلينا نتكلم بقى عن البني ادمين بصفه عامه. لو انا دلوقتي شخص جاي اتعامل مثلا معاك وانت شخص عنيدي، اوكي، هتعامل معاك ازاي؟ ايه اسلم الطرق ان اتعامل مع شخص عنيدي؟ عنيدي علشان انا بعند في الصح وفي الاتجاه السليم في ان الطريقه دي هي افضل طريقه، ولكن مش عارف اعبر ازاي فبتطلع في عند، ولا عنيدي لمجرد العند؟ عنيدي لمجرد العند. الاشخاص من النوعيه دي اصلا طريقه التعامل معهم اعمل العكس. يعني يعمل العكس، يعني والله انا عايز اقعد مكانك، فمش هقول لك انا محتاج اقعد مكانك وما عنديش اوبشن تاني، لكن ممكن اقول لك على فكره انا شفتك في الكادر الكرسي بتاعي طالع احلى من عندك، بس واسيبك بعد كده شويه تيجي ايه اللي هيحصل، ينفع نبدل؟ فانا خليتك تعمل اللي انا عايزه، ولكن احساسك انك بتعمل اللي انت عايزه ده اللي بتقال عليه التعامل معاه بذكاء. بالظبط. يعني فانت شوف الشخص اللي قدامك عايز ايه وانت عايز ايه واعمل العكس بتاعه دايما. طيب عبد الله عايز اسالك سؤال، هل العند ساعات ممكن يكون ايجابي او انا ممكن استخدمه بطريقه ايجابيه، ولا هو حاجه سلبيه اصلا ما ينفعش لا تستخدمها ايجابي ولا تستخدمه اصلا؟ ما ينفعش استخدمه، واستخدمه ليه؟ ليه محتاجين نعند؟ واحنا موجودين في الحياه عشان نسهل على بعض الحياه. ساعات كده مثلا يكون عندك صديق مثلا زي شريف فلازم تعند معاه. بص خليني اقول لك على حاجه، ده بيبدا منين؟ من فتره المراهقه. كان عندي صاحبي دايما بيقول انا عندي فتره المراهقه. عشان كده المراهقه متاخره. فعندي واحد صاحبي فكان دايما يقول لي انا عندي صحابي لو قلت لهم انا بطير فهينزلوا ينظفوا لي الريش. أوكي. فاحنا بندور في العند على الناس اللي بيهتموا باللي احنا بنحبه. اوكي. فممكن اصلا نكون بنعند عشان بس نشوف احنا عند الناس عاملين ازاي. يا جماعه لا انا بطير، اوكي مفيش مشكله انت بطير، يلا بينا ننظف لك الريش ونشوف انت بتطير ازاي. لا لكن مش هقول لك على فكره انت ما بتطيرش، انت على فكره ما عندكش اجنحه، انت بني ادم اصلا مش من خصائصك ان انت تعرف تطير. ففي الغالب في فتره المراهقه ده بيتكون عند الشباب، وده اللي بيعمل الجاب ما بينهم وبين الاب والام، مش عارفين يصاحبوهم ودايما صحابهم بره اقرب، هم اقرب عشان هم بيعملوا لهم اللي هم عايزينه. بيفهموا صح. تفكيرهم بيفهموا طريقتهم، عشان كده بياخدوهم على قد عقلهم ساعات. وماما دايما صاحبوا ولادكم وانزلوا لسنهم، افصلوا تماما في فتره المراهقه ان انت بابا اللي بتعاقب وان انت اللي بتخوف وان انت ماما اللي ماسكه سيديهات بنتك، ولما بابا يجي هتقول ايوه لها. بقى ثانيه واحده، انت بص انت بتفتح لي حاجات كده بخليني اسيب السكريبت. يلا بينا عشان تتكلم على ارض الواقع قوي. بص احنا دلوقتي في اسلوب التربيه الناشئ عامه ان الام هي المتصدره دايما وش المدفع زي ما احنا بنقولها كده بلغه الشارع. اوكي. خلاص. لكن يجي بقى الاب في ايه في الوقت الحرج ان هو ظهر الاب عارف كده اللي هو ايه خلاص بقى كده ده هيعاقب او هيتصرف او خلاص ده الكلمه الامر الناهي مفيش هزار.
الاسلوب ده انا بشوفه دايما كشريف انه غلط وبيخسر جداً. الاب كتير جدا وبيطلع الاب دايما ان هو يعني الوحش اللي عايش معانا في البيت او الوحش اللي ايه الهادي عارف انت اللي هو يعني مش عارف اقلها مصطلح البعبع. بس يعني حاجه زي كده اوكي ده حقيقي جدا وخليني اقول لك على حاجه الاجيال اللي فاتت كانت التربيه مختلفه فيها تماما عن دلوقتي وجزء كبير من المجتمع كان بيتعامل بالكونسبت ده تبص على الناس دي دلوقتي الاباء مش الابناء بيعانوا دلوقتي من ابني اتجوز وسابني بنتي ما بقتش موجوده ما بقوش يهتموا بيا زي زمان هما زمان ما كانوش بيهتموا هما كانوا خايفين من اللي انت قلته الثواب والعقاب ده بابا جه فانا لازم اقعد بابا جه مش هينفع اتحرك بابا جه مش هينفع اتكلم فكان في جاب ما بينهم في التواصل هو موجود خوفا من الاب ما بيغلطش خوفا من الاب فلما بقى عنده الفرصه والحريه انه يخرج من القوقعه دي ما بيرجعش مره تانية فتلاقي الاباء يقول لك احنا تعبنا واشتغلنا وحوشنا وصرفنا على اولادنا بس في النهايه احنا حاسين ان احنا لوحدنا هو على فكره هو انتوا السبب في ان الناس كتير جدا طبعا جزء كبير الا من رحم ربي فاللي انت قلته ده صح جدا فكره ان انا اصدر بابا للعقاب او ماما بتاعت الحنيه دي من اكبر الكوارث عاملوا اولادكم على انهم هدايا وعطايا من الله ربنا اداها لنا علشان حقيقي. نستمتع بيها حدش عنده القدره ولا الحق في انه يمتلك اي بني ادم على وجه الارض مقدرش امتلك ولادي ولا زوجتي ولا زوجه تمتلك زوجها ودي من كل الحاجات اللي بتسبب عنده طول الوقت لا انا عايزاك تقعد في البيت لا انا عايزك ما تشتغليش لا يا ابني انا عايزك تدخل الكليه الفلانيه لا يا بنتي مش هتتخطبي لفلان فدي كلها حاله من حالات العند اللي بتولد قتل اجزاء من الحب تجاه الاطراف الاخرين طيب عبد الله دلوقتي لو انا شخص عنيد جدا واللي عندي بتاعي قوي جدا بس ادركت ده وعايز اعالجه هل بيتعالج واعرف اعالجه ولا ممكن يقل بس في الليفل بتاعه بما انك ادركت فدي اول خطوات العلاج فنشوف بقى هو العند زي ما قلنا هي حاله فابدا لما اغير تفكيري فطريقتي هتتغير ولا هو عند مرضي فساعتها محتاج اروح لدكتور متخصص او اخصائي تعديل سلوك او اخصائي علاج نفسي فيحط لي بلان او خطه علاجيه علشان ابدا اتخلص من المشكله دي لكن هيتعالج في الاخر يعني خلاص مش هرجع ان انا اكون الشخص العنيد او التكنيك بتاعي او التواصل بتاعي يكون فيه عند نعم الفكره في انك انت ادرك ومفيش حد في النهايه بيبقى عارف انه عنده مشكله ومبقاش عايز يحلها أيوه. لكن المشكله صح. دايما عند الاشخاص شديد العند او اللي عندهم عند مرضي ومش عارف انه عنيد هو متخيل ومتوهم ان دي الحاله الطبيعيه اللي الناس لازم تقبلوا عليها حلو قوي خلينا عبد الله كده نطلع على فاصل ونرجع نكمل مع عبد الله بعد الفاصل على طول تابعونا ولسه مكملين مع حضراتكم ومعانا ومشرفنا ومنورنا اللايف كوتش وخبير العلاقات الانسانيه عبد الله عشان نساله كمان عن فكره العند وحياتنا لما بيكون فيها ناس عنيده يعني استكمالا كده عبد الله كلامنا عن العند ازاي يبقى في علاقه سويه ما فيهاش عند بيني انا والطرف تاني بص هو العند بينشا ليه لما بيحصل قصور في تسديد احتياجاتي فلازم اسال نفسي سؤال هو العلاقه اللي انا فيها دي سواء كانت صداقه عمل ارتباط زواج زوج زوجه ايا كان ابناء الهدف من العلاقه دي ايه انا احتياجاتي ايه فتلاقي حد يقول لك والله انا احتياجاتي من العلاقه دي الامان طب هو موجود ولا لا لو مش موجود هيتولد عند طب محتاج ان انا اطمن لو مش موجود هيتولد عند يعني بقى على اتفه الاسباب ده النهارده القميص اتكوى بس الاسوره بتاعته اتكوت بزياده فتلاقي اسباب لا منطقيه لمجرد بس ان الاحتياج الاساسي بتاعي مش مليان فلو احنا سددنا احتياجات بعض في العلاقات سواء كانت امان سند اطمئنان راحه سكينه موده رحمه فدور انت احتياجاتك ايه من العلاقه لو ما بتتسددش اسهل طريق لحل المشكله دي انك تطلبها بشكل مباشر لكن الثقافه الكارثيه اللي بتقول اصل الاهتمام ما بيطلبش هي دي اللي بتدمر كل الحاجه يعني في الدنيا انت مع انت مع ان انا دلوقتي لو انا مثلا مع الشخص البنت اللي انا مثلا مرتبط بيها سواء خطيبتي او مراتي لو في حاجه مش محققه تمام طبعا هو اكيد الكلام ده برضو على الرجاله حتى لو بيني وبين اخويا طبعا في حاجه معينه مش محققه انا اطلبها مباشره على طول مفيش فيها انت عندك كلام. حل من الاثنين يا اما هتطلبها وخلي بالك في الطريقه برضو هنا مهمه بتفرق في فرق بانك تقول لها احلى كوبايه شاي بشربها من ايديكي وان قومي اعملي لي شاي في جاب ما بين الاثنين فالطريقه اللي هنطلب بيها او اللي هنعبر بيها عن احتياجاتنا دي مهمه
فده الاوبشن الاول ان احنا لازم نعمل كده. الطريق الثاني انك لازم في النهايه هتجي لي بقى انت وهي عشان نحل المشكله، فيبقى من باب اولى انك تعمل ايه بالظبط. ايوه انك انت تطلب احتياجاتك لان هو اصلا احنا اتجوزنا ليه وهيبقى اوفر طبعا وهيبقى اوفر مش كلام السيشنات والجلسات والكلام ده كله. فيا اما هنطلب احتياجاتنا بشكل سليم، ويا جماعه احنا والله انا بيضايقني 1 2 3 وهبقى مبسوط وعلاقتنا هتنجح لما يتحقق لي 1 2 3، ويهمني كمان اعرف هو انت احتياجاتك ايه عشان لو انا مقصر في حاجه انا كمان ابدا احطها، لان من الظلم ان انا اطلب منك وانا ما بحققش. يعني لازم الطرفين فعلا يبقى بالتساوي كده، كل واحد بيهتم بالتاني وكل واحد كمان طريقته مع التاني. يعني مش اول مره ان انت تنوه على موضوع الطريقه في طلب حاجه، او الطريقه ان انا اعملها ما يبقاش فيها عند او يبقى فيها من الطرف التاني صد ليا. طبعا وما ننساش ان اصلا فطرتنا في الكون ان احنا ربنا خلقنا للتكامل. محدش في الدنيا يعرف يعمل واحد صحيح لوحده، لا الزوجه تقدر تعيش لوحدها وتقول لك انا اجمد ست في الدنيا وفيمنست وكل الكلام الكبير اللي في النهايه بينتهي بزواج في الاخر وبتتجوز، ولا الراجل يقول لك انا هعرف اعيش من غير الستات وهم ما لهمش لازمه. الكلام ده من الخرافات. ربنا خلقنا للتكامل. الموضه بتاعه الفيمنست ولا السنجل مادر ولا الاهتمام ما بيطلبش، بعدنا عن الفطره بقى الراجل بيعمل ادوار مش بتاعته والست بتعمل ادوار مش بتاعتها. لو كل حاجه اتحطت في مكانها والراجل بقى بيحترم وليه القوامه والست بتشال على الراس. الادوار ده بقى طبعا ايه الادوار؟ الادوار ان سريعا. الراجل طبعا الراجل ربنا خلقه هو قوام. قوام مش بس بان هو يعنف ويضرب، لا الكلام ده طبعا من الخزعبلات ومش حاجه مش موجوده، ان هو بيحترم زوجته، بيصرف على البيت، بينفق بما انفقه صح بالظبط. وعايز اقول لك على حاجه، ان الستات اللي بنشوفها دايما في جلساتنا من انجح العلاقات، تلاقي ست بتقول لك انا بخضع لجوزي لما بيحقق احتياجاتي، سواء احتياجات نفسيه، احتياجات ماديه، احتياجات معنويه. فاصلا فطره الست هي بتحب الخضوع، بس عشان تخضع لراجل ما هو الراجل ده لازم يكون هو كمان نموذج شايلها فوق دماغها، مش بس بيتقال ان هو راجل او المسمى ان هو راجل. فلو رجعنا للفطره بتاعتنا اللي اتولدنا بيها، الراجل في مكانه والست في مكانها، الدنيا مش هيبقى فيها كل الحاجات اللي احنا بنشوفها. المصطلح اصلا الراجل ده طالع علشان انت بتشيل وبتساعد وبتعمل وبتلبي وكل حاجه، بمقابل ده برضو انك بتاخد قدامه مقابل انك بتلاقي نفس الطريقه كويسه معاك وحاجات زي ده اللي انت عايز توازن. هي احنا بندي ففي مقابل، لكن حد بيدي بس والتاني ما بيديش، في النهايه علاقه ظالمه بتنتهي في الغالب بالانفصال. على فكره مش بس في الجواز ده، حتى في الشغل لو انت بتشتغل اكتر من صاحبك هيجي وقت وهتمشي، يا اما هتخسره بياخد منك مجهودك وبيضغط عليك برضه هتخسره. ابنك بيستنزفك، هتيجي مع الوقت انت هتمل من طلباته اكتر من اللازم. فكل حاجه لما يبقى فيها توازن هتكون في مكانها الصحيح الفطري اللي تخلينا نكمل علاقات صحيه. طب اخيرا كده، الكبسوله بتاعت التعامل مع العند في حياتنا ممكن تبقى ايه؟ احترموا احتياجات بعض بس. ابسط من كده مفيش. لما ابقى عارف ان المايه بتضايقك وكل مره اجيب لك مايه ظلم ليك، فانا اقصد اضايقك. أيوة. عارف انك بتكره الشاي بالنعناع وكل مره اجيب لك شاي واحط لك عليه نعناع، يبقى انا اقصد اضايقك. فلما احترم احتياجاتك وانت تحترم احتياجاتي مفيش مساحه اصلا يتخلق عندي. وسيبوا مساحه وفتره امنه للتفاهم. لما الغضب يطلع عندنا ونتعصب مش هنحلها دلوقتي، مستحيل. مفيش مشكله من بدايه الخليقه لحد النهارده يقول لك اصل اضرب على الحديد وسخن، ما هو هيتكسر مش هيتصلح. فادوا مساحه لبعض نهدى، فيبقى نقاش مش خناقه. استمتعنا والله عبد الله بكلامنا معاك واستفدنا، ويعني ونتمنى ان شاء الله يكون في لقاءات تانية نتكلم فيها عن حاجات اكتر واكتر. شكرا ليك. شكرا. لسه هنكمل معاكم وباقي فقراتنا بعد الفاصل، وهنتكلم عن رياضة السكيت بورد وإيه هي أصلا رياضة السكيت بورد، وهل هيكون ليها اتحاد هنا في مصر ولا لا. هنعرف بالتفاصيل بعد الفاصل. تابعونا.